أهلا حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معانا هنعرف حكاية الحيوانات والنباتات مع التكيف والبقاء، وده الدرس الأول بتاعنا في الوحدة الأولى في العلوم التكيف والبقاء. يلا نعرف حكايته، بس قبل كده يا ريت تشتركوا معانا في قناة صف المذاكرة والفيسبوك بتاعها، هسيب الرابط أسفل الفيديو دوت. نعرف مع بعض التكيف والبقاء مع مين؟ مع الثعلب وكمان الجمل، ونعرف حكاية التكيف والبقاء مع شجرة جوز الهند، ورقم 4 هنعرف مع الخفافيش. يلا نعرف حكاية التكيف والبقاء مع الأربعة دولات. في الصيف الدنيا بتبقى حر، يا ترى نعمل ايه معاها؟ نسيب المكان بتاعنا اللي احنا عايشين فيه عشان الدنيا حر ونروح لمكان تاني، ولا نواجه المشكلة ديت؟ نواجهها ازاي؟ برافو عليكم، بنشغل المروحة او التكييف، وكمان بنقيل الملابس بتاعتنا بتبقى خفيفة علشان ما نحسش بالحرارة ديت. كمان في الشتاء الجو بيبقى بارد جدا، نسيب المكان اللي احنا عايشين فيه عشان هو بارد، ولا بنعمل ايه؟ بنلبس ملابس تقيلة، أيوة كده، وكمان نشغل الدفاية، ده بيساعدنا ايه اللي احنا منشعرش بالبرد الشديد دوت اللي هو في الشتاء. يعني احنا كده عملنا ايه؟ عملنا تكيف، اتكيفنا مع البيئة اللي حصل فيها تغير بسبب الحرارة، مرة تبقى مرتفعة ومرة تبقى منخفضة، كل ده علشان ايه؟ نقدر نستمر في الحياة ونعيش، يعني علشان البقاء. أي كائن حي بيحتاج درجة حرارة مناسبة ومية والطعام بتاعه علشان يقدر يعيش ويستمر في الحياة، يعني يحصل له بقاء في الدنيا دي. ولو حصل فيهم مشكلة يبقى ده هيأثر على البقاء بتاعه، يعني أثر على استمراره في الحياة دي. يعني نعمل إيه في الحرارة لما متبقاش مظبوطة؟ لازم نتكيف مع الوضع ده، يعني الحرارة مرتفعة زينا كده هوت، في الحرارة مرتفعة بنلبس ملابس خفيفة وكمان بنشغل المروحة أو التكييف، والحرارة المنخفضة بنتكيف معاها إزاي؟ نلبس ملابس تقيلة وكمان إيه؟ نشغل الدفاية. والمية لو هي قليلة في المكان اللي احنا عايشين فيه نحاول نبحث على مكان تاني فيه مية كتيرة علشان ما نقدرش نستغنى عن المية دي، ولو المية زادت وبقت كتيرة جدا ده بيأثر علينا برضو. ازاي؟ بيحصل فيضان. يعني ايه فيضان؟ يعني هيغرق الدنيا وهيموت حاجات كتيرة. يبقى بكده لازم نبني ايه؟ نبني سدود زي السد العالي عندنا علشان نحجز المية الكتيرة دي ونخزنها عندنا. والأكل كمان لو حصل فيه مشكلة ومش عارفين نزرعه نسكت كده هو؟ لا، ندور على مكان تاني ونزرع الأكل بتاعنا. أصل الحاجات التلاتة دول مهمة جدا في ايه؟ في البقاء بتاعنا. يبقى بكده علشان نتكيف ويحصل لنا بقاء في الدنيا دي، لما تؤثر بعض المشاكل مثل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أو ندرة المية أو كترتها أو توافر الغذاء دوت اللي بيأثر على البقاء بتاعنا الكائنات الحية، لازم احنا نتكيف. الحيوانات والنباتات وكل الكائنات الحية تتكيف مع التغيرات البيئية اللي حصلت دي، كل ده كي تتمكن من البقاء والاستمرار في الحياة. والثعلب معانا هيحكي لنا حكايته، هو عنده ايه بالظبط علشان ده بيخليه يستمر ويعيش في الحياة. الثعلب ده ساكن دلوقتي في الصحراء، وفي ثعلب اخوه تاني ساكن هنا مكان بارد، القطب الشمالي او القطب الجنوبي، ده مكان بارد جدا. اول حاجة لاحظناها ايه؟ سمك الفرو بتاعه. سمك الفرو بتاعه بيقول لي هنا في الصحراء هو مش عايز السمك بتاع الفرو، يعني الفرو بتاعه اللي هو فوق جلده دوت
بيبقى قليل جدا، اصل هو حرام ما بيعمل زينا كده، حرام في الصيف يبقى مش عايز يشيل حاجة ويلبسها، لكن هنا في البرودة دي اللي هو في القطب يعني دوت الشمالي او الجنوبي، هنا الفرو بتاعه سميك، ما هنا الجو بارد جدا، فالفرو السميك ده اكنه لابس ملابس تقيلة زي ما احنا بنعمل، ودي اول حاجة بتساعد ان هو ايه يستمر في الحياة. وايه كمان لاحظناه، برافو عليكم، ايه اللون، لون الفرو في الصحراء هنا لونه زي لون الصحراء بالظبط، اللون الاصفر ده، وهنا فين في القطب الجنوبي دوت او هنا البرودة دي لونه زي ايه المكان اللي عايش فيه لونه ابيض، يا ترى ليه؟ بيقول لنا هو عايز يستخبى من الأعداء، فعلشان كده لونه زي في المكان اللي عايش فيه، ما كده مش هيقدروا يشوفوه، لو كان لونه تاني غير اللون بتاع المكان اللي عايش فيه الأعداء اللي هم عايزين يمسكوه وياكلوه هيشوفوه بسهولة، علشان كده لون الفرو بتاعه بيساعده ايه ان هو يستخبى من الأعداء. وايه كمان، الأذن بتاعته، الأذن بتاعته بيحركها شمال ويمين في كل اتجاه علشان يقدر يحس بإيه، بالأكل اللي هو عاوزه، الفريسة بتاعته اللي هو عاوزها، فيهجم عليها وياكلها، ما هو مش زينا ودننا ثابتة كده اهو، لأ ده ودنه إيه متحركة في كل اتجاه، وكمان بتساعده إن هو يعرف مكان الأعداء فيستخبى منهم. وعنده كمان حاجة تانية، أسنانه الحادة، حادة جدا علشان يقدر يهجم على الفريسة وياكلها. وبكده هنا دلوقتي عرفنا طرق بتاعة مين، بتاعة الثعلب ده اللي هو من الكائنات اللي هي الطرق بتاعته اللي هتساعده على ايه التكيف او التغير بمرور الزمن، اللي هو قدر يبقى عنده سمك الفرو بتاعه مختلف فبيأثر على ايه ان هو يساعده على التكيف، وكمان لون الفرو بتاعه والاذن بتاعته اللي بتتحرك في كل اتجاه والاسنان الحادة بتاعته. وحكايتنا التانية مع الجمل، هنتعرف معاه على الطرق اللي هتساعده ان هو يتكيف ويعيش في المكان اللي هو بيعيش فيه. هو دلوقتي بيعيش فين؟ برافو عليك، في الصحراء، اصله هو اسمه ايه؟ سفينة الصحراء، برافو، علشان كده اكيد عنده حاجات بتساعد ان هو يستمر في الايه في المكان الحر ده اللي ما فيهوش اكل وحر جدا. اول حاجة عنده ده السنم، وجود السنم اللي هو الهرم اللي فوق ايه ظهره ده، عامل زي الهرم ده، ده ايه اسمه السنم، بيعمل بيه ايه يعني، بيخزن في الاكل بتاعه والمية علشان لما يجوع او عطشان يعمل ايه، يطلب الاكل من المكان ده يجي عند الفم بتاعه ويقعد يندغ وياكل ويرجع تاني للمعدة بتاعته، يبقى ده اول حاجة علشان يستحمل ايه، يستحمل قلة المية اللي موجودة في الصحراء والاكل كمان، قلة الاكل الموجود في الايه في الصحراء دي. تاني حاجة عنده خف الجمل، يعني ايه خف الجمل؟ رجله اللي تحت دي، الدنيا حر هناك في الصحراء، هو احنا لو احنا كده اهو نقدر نعيش على حاجة كده اهو، احنا رجلينا حافية كده اهو على حاجة سخنة ونستمر ان احنا نعيش فيها؟ طبعا لا، احنا بنلبس ايه الشوز بتاعنا، يا ترى الجمل هيلبس شوز زينا؟ لا، ربنا خلق له ايه، خلق له حاجة اسمها خف الجمل، يعني كده اهو رجليه الجلد بتاعها من تحت سميك بالشكل ده علشان يقدر يستحمل ايه الحرارة الشديدة والسخونة بتاعة الرملة اللي ماشي عليها. وكمان ايه كمان معاك يا جمال، معاه الجفن التالت بتاعه، الجفن التالت، احنا عندنا جفنين، هو عنده الجفن التالت في العين بتاعته، بتعمل ايه ده شفاف جدا ما بنقدرش نشوفه، الجفن التالت بتاع عينه دوت بيخليه يستحمل تراب ايه، تراب
الصحراء، اصل هنا لو جت عليه رملة كده في عينيه الجفن التالت ده ايه بيحميه من الرملة ديت. كمان هنا الجلد بتاعه، الجلد ده جلد كويس جدا وسميك علشان ايه يستحمل الحر، الحر الشديد بتاع الصحراء. وبكده عن طريق الأربعة دول اللي احنا قلناهم يقدر يتكيف ويعيش في الصحراء، عن طريق ايه بقى؟ وجود السنب اللي عنده، وخوف الجمل اللي عنده، والجفن التالت اللي في عينيه، والجلد بتاعه. وحكايتنا التالتة بتبقى النبات ده اسمه ايه؟ شجرة جوز الهند. دايما بتكون عايشة فين؟ عايشة في منطقة حارة وعايزة مية كتيرة. مية كتيرة يعني معناه ايه؟ يعني هنا بتبقى موجودة قريب من البحار والأنهار، ما ينفعش مكان تاني غيره، أصل هي الشجرة دي عشان تكبر بالشكل ده محتاجة مية كتيرة علشان تنمو وتكبر. احنا عندنا الثمرة بتاعتها بتبقى فوق بالشكل دوت. شكل ايه الثمرة بتاعتها؟ الثمرة بتاعتها دي شكلها القشرة بتاعها سميك، القشرة الخارجية بتاعتها سميكة. يا ترى ليه سميكة؟ علشان لما تقع من فوق الشجرة لحد تحت ما يحصلهاش ايه، ما تتكسرش بالشكل دوت. احنا عايزينها تبقى مدورة كده اهو بالشكل ده ومقفولة. طيب ليه؟ اصل عن طريق الثمرة دي بتطلع نبات الكبير ده تاني. طب هنعمل بيه ايه دوت؟ هنا الثمرة دي بتنزل فبتروح ناحية البحر، تتحرك يعني لحد ما تلاقي البحر، البحر بقى جواه هنا تقعد تعوم. طب ايه اللي هيساعدها على العوم؟ لو خدنا بالنا كده اهو الألياف الخارجية اللي عندها، اللي هو الشعر ده اللي احنا شايفينه، الشعر ده بيساعدها ان هي تطفو في المية اللي هي موجودة فيها وتقدر تعوم. هتعوم ليه؟ هتروح لمكان تاني، شط تاني يعني، مكان تاني علشان تتغطى بالمية، تتغطى بالتربة وتطلع شجرة كبيرة بالشكل ده. وبكده هي قدرت ايه تتكيف مع المكان اللي جواه. اصل الثمرة دي هو اللي بيطلع الشجرة الكبيرة دي، هو البذرة بتاعة الشجرة دي، وبسبب القشرة الخارجية السميكة بتاعتها والألياف الخارجية قدرت تتكيف في المكان الموجودة جواه. وحكايتنا الرابعة مع الخفافيش يعني الخفاش. الخفاش دوت بنقول عليه من الثدييات. يعني ايه ثدييات؟ يعني بيلد، يعني بيولد زي الإنسان كده اهو، مش بيبيض. ايه ده؟ طب هو بيطير اهو، المفروض ادام بيطير يبقى هو من الطيور ويبقى يبيض زي الطيور. لا، الخفافيش بتطير وفي نفس الوقت هي من الثدييات. هتعرفنا على نفسها ازاي؟ الطرق بتاعتها اللي بتساعدها على التكيف في البيئة بتاعتها. بس قبل كده هو زعلان. ليه زعلان يا خفاش؟ اصله احنا بنقول عليه ان هو مخيف. رغم ان الانسان بيقول عليه مخيف بس هو بيساعد الانسان كتير. طب ازاي؟ يلا نتعرف معاه. الخفافيش ايه حكايتها؟ عايزه تكيف المكان اللي عايشه فيه. هي بتطير، ولما تطير عايزه اجنحه. الاجنحه بتاعتها ربنا ادهلها رقيقه وشفافه من الجلد. ليه بقى؟ اصل جسمها تقيل فعايزه حاجه ترفعها خفيفه، علشان كده ربنا ادالها اجنحه رقيقه. ايه كمان بتعمله؟ بتاكل الحشرات زي البعوض والحشرات الضاره اللي بتضرنا وبتضر الكائنات، نباتات وحيوانات. يبقى بكده هي بتاكل الحشرات عشان تقلل من الحشرات الضاره اللي بتضايقنا ديت. كمان بتعمل زي مين؟ النحل. النحل بيعمل ايه والفراشات بتعمل زيهم ازاي؟ النحل بيتنقل من زهره لزهره، وهو بيتنقل من زهرة لزهرة بيعمل عسل بتاعه، فهو بياخد من زهرة لزهرة حبوب اللقاح اللي موجودة فيها ويحطها في مكان تاني يعني في تربة تانية. وبعد كده هنا المكان التاني ده
حبوب اللقاح عاملة زي البذور، يعني هتطلع في المكان التاني دوت زهور تانية ونباتات تانية، يعني كده النباتات تكتر والزهور هتكتر، يعني كده الخفافيش بتعمل زيها، يعني بتساعد النباتات والزهور. كمان الخفافيش بتعمل حاجة غريبة كده اهو، بتنام بالمقلوب راسها الى الاسفل كده اهو. النومة دي صعبة، محدش يقدر يعملها، يبقى اكيد حاجة بتساعدها علشان تنام بالطريقة دي وترتاح. الشرايين بتاعتها، الشرايين ده طريق بيمشي فيه الدم زي عندنا كده هو، بيمشي الدم جوانا بالشرايين ديت، ولما يمشي الدم جواها بالشرايين هيوصل المخ بتاعها وميرجعش تاني، يعني هيمشي في اتجاه واحد، وده هيريحها وهي نايمة بالشكل دوت. الخفافيش بتعمل ايه كمان كده اهو، يعني ايه كده اهو، هي بتصدر صوت، ولما تصدر الصوت عامل الصوت ده بيطلع موجات، اللي هي الشرط ديت اللي هي داية نص دايرة دي هنا اسمها موجات، ولما الموجات تمشي تمشي كده في الهواء، لما تقابل حد اي حاجة فريسة او اي حيطة او اي حاجة قصادها، على طول الموجات ترجع تاني ليها. يعني ايه ترجع تاني ليها؟ يعني هتسمع الصوت بتاعها مرتين، يعني هنا لو صفرت هتسمع صفرتها مرتين، يبقى اكيد قدامها حاجة، فعلشان كده تخلي بالها وهي بتطير في المكان دوت. وده اسمه ايه؟ الصدى. يبقى عن طريق الصدى بتحدد يا ترى قدامها حاجة ولا لأ. طب لو قدامها مش حاجة، يبقى هتسمع الصوت بتاعها مرة واحدة بس، وبتفهم ان مفيش حاجة قصادها، يبقى الصدى ده بيساعدها ان هي تحدد قدامها حاجة ولا لأ، فريسة او اي حاجة قدامها بتعوق التنقل بتاعها. وبكده الخفافيش عندها الأجنحة الرقيقة والحشرات بتاكلها وبتساعد النباتات زي النحلة، وكمان بتنام بالمقلوب والصدى. طب نقول الصدى معناه ايه تاني؟ هو يعني ايه صدى؟ الإنسان لما بيتكلم بيحصل ايه؟ بتخرج موجات من صوته اللي هي اللون الأزرق ده، الإنسان اهو اتكلم، لما تخرج اللي هي الكلام ده، يعني الموجات دي ما تطلع من صوته، تقابل حاجة كده اهو، تقابلها في وشها، يعني جبل او حاجة كده هو بتقابل الصوت دوت، بيرجع له تاني الصوت بتاعه، فبيسمع صوته اكنه مرتين، وهو ده الصدى. وده اللي بتعمله الخفافيش، ده بيساعدها ان تعرف في حاجة موجودة قدامها ولا لا، علشان هي ما بتشوفش كويس، فهي لما تصدر صفارة من بقها، الصفارة بتعمل موجات، تفضل ماشية 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 لحد ما تقابل حاجة في وشها، تبقى كده موجود حاجة قصادها. لما تكون موجود حاجة قصادها بيحصل ايه؟ الموجات ترجع تاني ليها، فبتعمل ايه دلوقتي؟ بتسمع الصفارة بتاعتها مرتين، فبتعرف ان قدامها حاجة، يعني فريسة او عدو هتستخبى منه. وهنا لو ما فيهاش قدامها حاجة، الموجات بتفضل ماشية ماشية، فعادي خالص ما بترجع لهاش تاني، يعني الصوت بتاعه يسمعه مرة واحدة بس الصفارة بتاعته، ولو سمع الصفارة بتاعته مرتين، يعني عشان كده رجعت له الصفارة مرة تانية. وهو ده الصدى اللي بيساعد الخفاش على ان يعرف حاجة قدامه ولا لأ. وبكده عرفنا حكاية الخفافيش، نقولها تاني، ان هي بتنام في الوضع المقلوب وراسها فين؟ للأسفل، وكمان لديها تركيب جسدي، الجسدي دوت بيساعدها على الطيران زي الطيور. وهنا الكثير من الخفافيش، يعني معظم الخفافيش تتغذى على البعوض والحشرات، تتغذى على ايه؟ البعوض والحشرات الضارة اللي بتأذي كل الكائنات. وبتعمل ايه كمان الخفافيش؟ بتعمل زي النحل والفراشات، بتساعد النباتات والزهور ان هي تتكاثر وايه تكتر. وبتعمل ايه خفيش؟ هي حيوانات ليلية، دايما بتصحى بالليل، يعني النشاط بتاعها بالليل،
وبالرغم من انها لا يمكنها الرؤية جيدا ليلا، طب هي مش هتشوف ايه بالليل؟ تعمل ايه؟ حاجة بتساعدها، تعتمد على طريقة تحديد المواقع بالايه؟ بالصدى، يعني تقدر تحدد الموقع اللي هي فيه عن طريق ايه؟ الصدى. خفافيش خفافيش، انا لست مخيفة لكن مفيدة، من الثدييات لكن بطير، أجنحتي رقيقة لكي أطير، خفافيش خفافيش، أتغذى على الحشرات، أعمل كالنحل والفراشات، أساعد الزهور والنباتات، خفافيش خفافيش، أنام بالمقلوب رأسي إلى الأسفل، أستيقظ بالليل نشيطة، أحدد المواقع بالصدى، خفافيش خفافيش، أنا لست مخيفة لكن مفيدة. ونقف لحد هنا مع حكايتنا مع الحيوانات والنباتات، مع إيه؟ مع التكيف والبقاء، ونكمل المرة الجاية حكايتهم. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو دوت لأصدقائكم. كنت معاكم من شيماء، مع السلامة.